عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحكيم شريط نبيل أخصائي الأمراض الصدرية والحساسية، انتظرونا على قناة سيدي عقبة تي في على اليوتيوب، خدمة للمرضى، وذلك من خلال حصة إرشادات ونصائح طبية فيما يخص الأمراض الصدرية والحساسية، وحلقة جديدة كل أسبوع. من يأتي بالشفاء لجميع المرضى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.